اهلا بيكم حبايبي طلبه وطلبات الصف الرابع الابتدائي، عاملين يا اولاد؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا حلوين يا محترمين هنحل اسئله كتاب المدرسه اللي موجوده في كتاب المعاصر على الوحده الثالثه. اسئله مهمه الحقيقه، عايزين نركز فيها مع بعضنا. معظم الاسئله عباره عن تشوز، وبعض الاسئله البسيطه نشوفها مع بعضنا. اول سؤال بيقول unusable energy. use يعني استخدام، unusable energy يعني الطاقة الغير مستخدمة that produced from the electric lamp. طبعا الالكتر كلام دي بتطلع طاقتين، لايت وثيرمال، اهم حاجة فيهم اللايت. ثيرمال طاقة غير مستخدمة، يبقى نختار له ثيرمال. اتنين energy doesn't destroy nor created from nothing. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. This indicates، ده بيوضح ايه على طول؟ conservation اللي هو فاكرين conservation law of energy، قانون بقاء الطاقة، اللي هي conservation and transformation of energy، يعني الطاقة بتحفظ وبتتحول من صورة إلى صورة ايه أخرى. يبقى رقم اتنين. بي تلاتة، the produced energy from the radio that reflect its main function. الطاقة اللي بتطلع من الراديو اللي بتعكس وظيفته الحقيقية. الراديو احنا بنستخدمه ليه؟ عشان نطلع طاقة ساوند. اللي بقى رقم أربعة، the idea of design and work of the robot that explores the surface of Mars. فكرة وتصميم عمل الروبوت اللي بيستكشف سطح المريخ، فاكرين؟ depend on the idea، بيعتمد على فكرة transforming، فكرة تحويل ايه؟ فاكرين ال curiosity exploring اللي هي اللي هي مركبة استكشاف كوريوسيتي اللي كنا بنستكشف من خلالها ايه المريخ، كنا بنحط عليها ايه السولار بانل عشان تحول الطاقة الشمسية الى طاقة ايه كهربائية او الطاقة الضوئية. يبقى هنا هنقول اللايت انرجي تو الكتريك انرجي. ده فكرة استكشاف كوكب المريخ كان بيعتمد على تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كهربائية. يبقى رقم اربعة سي. رقم يا أولاد خمسة، نشوف مع بعضنا خمسة. One of your friends says that the local hydroelectric station، يعني محطة هيدرو محطة كهرومائية، local يعني محلية، يعني في يعني نطاق المكان اللي احنا عايشين فيه، في محطة hydroelectric محطة كهرومائية create electric بتطلع electric energy for your city للمدينة بتاعتك. You know that the energy، انت عارف ان الطاقة can't be destroyed nor created، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم from nothing but it change، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. طب وبعدين هنا بيقول يبقى انت عارف في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عندك في المحافظة اللي انت عايش فيها، حلو الكلام، وانت عارف كطالب ممتاز شاطر ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. هنا السؤال ايه بقى؟ سيركل علم على statement الحالة that prove to your friend what you believe، اللي تثبت لصديقك اللي انت بتؤمن بيه فعلا. ايه الحالة من الحالات دي؟ ان كلامك صح، ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. ها، there is a water tank behind the dam، ما يثبت صحة كلامك إن في خزان مية خلف السد. إن مصد في معظم محطات، إيه علاقة دي بالطاقة اللي تفنى؟ water is flowing from hydroelectric station through number of tunnels of the dam، المية بتمر من المحطة إلى عدد معين من التانلز of the dam. طيب the kinetic energy of water
ليدز تو، خلي بالك من دي بقى، الطاقة الحركية للمية بتؤدي إلى حركة التوربين بليدز، الريش بتاع التوربينات، هي دي بقى الطاقة اللي تفنى فعلا. إن طاقة المية متفنتش، الطاقة الحركية بتاعتها أوكي عملت إيه؟ ساعدت في حركة البليدز بتاع التوربين، اتاتش تو ذا داينو، اللي هي ملامسة للداينو. يبقى نختار له رقم إيه؟ رقم سي، يبقى 5 سي. خلي بالك ما تقلقش منها لأنها مستبعدة، يعني صعب إن هو يجيبها لك في الامتحانات، لأنها طويلة أوي الحقيقة، يعني بتشغل وقت يعني حيز كبير من الورقة. فغالبا معظم التشوز بتبقى أسئلتها إلى حد ما مختصرة، بس إحنا كده كده فهمناها. رقم 6 يا محترمين، in our daily life، في حياتنا اليومية، we use devices، بنستخدم أجهزة، which depend on energy forms، احنا بنستخدم أجهزة بتعتمد على أشكال الطاقة. which of the following uses is true، مين من الاستخدامات اللي جاية دي حقيقي؟ الكمبيوتر depend on kinetic، غلط. ceiling fan، مروحة السقف، تعتمد على الإلكتريك إنرجي، أهي من غير ما أكمل، هي دي العبارة الصحيحة. رقم 6 بي. اللي بعده لازم نشوفها مع بعض. أنا شعوقت عليكم عقبال ما شفت الورقة، بس يا ولاد أنا آسف. 130 131، مظبوط. مظبوط يا حلوين، نشوف مع بعض. The input energy، احنا عارفين ان في حاجة اسمها الطاقة input و output، الطاقة اللي داخلة اللي بتستخدم to control the Mars exploration vehicle، اللي بتتحكم في مركبة الفضاء بتاعت استكشاف المريخ، كانت الطاقة هي ال input طبعا، electric، مش عايزة كلام، الطاقة دي اللي بتتحكم في الحركة بتاعتها. يبقى رقم 7 ايه؟ 8. energy is the ability to do work، الطاقة القدرة على بذل الشغل او make a change. which of the following is not supporting it، الطاقة القدرة على بذل الشغل او احداث تغيير، مين من اللي جاي ده لا يدعم هذا الكلام؟ the rotation of the turbine blades، ده بيدعم الكلام، الطاقة القدرة على بذل الشغل، ما دي بتلف وبتدور، ده تعبير عن الطاقة. heating water، تسخين المية في الالكتريك هيتر، ده كلام صح. washing clothes، غسل الملابس باستخدام الالكتريك washing machine، الغسالة، ده ما دي برضو طاقة، قدرة على بذل شغل. turning on، تشغيل الالكتريك فريدج، التلاجة الكهربائية، أثناء disruption of electric، أثناء قطع التيار الكهربائي أو إخلال خلل في التيار. هل التلاجة ممكن تشتغل أثناء وجود خلل في التيار؟ ده بيدعم صحة الكلام إن الطاقة القدرة على بذل الشغل، لا الكلام ده غلط. أتمنى إن تكونوا فاهمين. اللي بعده رقم 9. 9. which of the following engine forms is not produced from the sun، من الطاقة اللي جاية دي مش بتطلع من الشمس، لا تنتج من الشمس، على طول كينيتك. 10. rearrange the following steps، add يعني رتب الخطوات اللي جاية دي، to describe، عشان توصف، how coal is formed، ازاي الفحم بيتكون، اعطيك خطوات، كم خطوة، a b c d e، بس هما متلخبطين، رتبهم، نفكر مع بعض. أول حاجة anciently، جاي من كلمة ancient، قديما الأرض كانت بتحتوي على صوام، مستنقعات، وير بلانت جروم، زمان كان في مستنقعات بينمو فيها النباتات، يبقى دي كده رقم 1. طب وبعدين، هفكر معاك، دي رقم 2 اللي هي الأولانية، ليه بقى؟
بيقولك the earth surface plants، نباتات الأرض سطح الأرض get old، أصبحت قديمة and died، وماتت. تمام. طب وبعدين دي the remains of plant، بقايا النباتات were decomposed، تحللت وتحولت with sand clay layer sorry مش وتحولت covered يعني اتغطت، يبقى بقايا النباتات اتحللت واتغطت بطبقات من الرمال، يبقى ده رقم ثلاثة. طب وبعدين ايه several layer، طبقات عديدة من الكليز الطين والرمال were deposited، اترسبت على بقايا النباتات الميتة. خلاص يا ولاد. طيب وبعدين the bird plant، النباتات اللي اتدفنت تحولت إلى الكول نتيجة تأثير الهيت والبرش. خمسة. أتمنى إن أنتوا تكونوا فاهمين. يبقى الإجابة اتنين تلاتة واحد أربعة خمسة. اللي بعد choose what is the reason for preferring the using of hydroelectric energy، ايه السبب اللي من خلاله بنفضل استخدام الطاقة الكهرومائية بدل من الاويل؟ ها ليه؟ ليه؟ عشان الاويل is a source of renewable. غلط. الهيدرو الكتريك انرجي is costly source، مصدر مكلف بالنسبة للاويل. هو مكلف بس هو ده السبب يعني الوحيد؟ لا. اويل is non renewable ها of energy with high cost، يعني الأويل non renewable وتكلفته عالية. الهيدرو إلكتريك إنرجي is renewable resource بتكلفة عالية and doesn't pollute ولا تلوث بيئة. ده أدق إجابة. إن الطاقة الكهرومائية طاقة متجددة مكلفة ولكن لا تلوث البيئة. يبقى دي أدق إجابة وأفضل إجابة بتخلينا لماذا نفضل الطاقة الكهرومائية. يبقى رقم 11 دي 12 The local government design، الحكومة المحلية قررت to have some procedures to reduce، يعني يا ولاد بروسيدجر يعني إجراءات، بروسيدجرز يعني إجراءات to reduce dependency عشان نقلل الاعتماد على الفوزز فيول. يبقى الحكومة بدأت تستخدم بعض الإجراءات عشان نقلل استخدام الوقود الحفري. which of the following procedures can help the city، من الإجراءات دي تقدر تساعد المدينة to achieve the goal، تحقيق الهدف. عايزين استخدم بعض الإجراءات لتقليل الوقود الحفري. هي providing money to construct، يعني الإمداد بالمال لبناء solar panel، ألواح شمسية above the house، على طول من غير ما أكمل. هي دي فعلا بناء الألواح الشمسية، تعتبر إجراء مهم جدا من خلاله نقدر نعمل إيه؟ نقلل الاعتماد على الفوسيلز إيه فيه. اللي بعده رقم 13 The cause، السبب of preferring، تفضيل استخدام الويند والسولار انرجي انستيد اوف كول. ليه بنستخدم الويند والسولار افضل من الكول والاويل للحصول على الطاقه؟ ليه؟ ها اهي، عشان الويند والسولار انرجي ار رينيوبل انرجي، طاقات متجدده اوبوزيت عكس الكول والاويل. هو ده السبب يا ولاد، لانها متجدده. يبقى 13 سي 14 which of the following is preferred natural resource، مصدر طبيعي يفضل to generate clean energy، حصول على طاقة نظيفة
الأوشن والريفر ووتر. طبعا دي ممكن نحصل من خلالها على طاقة فعلا نظيفة، فاهمين يا ولاد؟ اللي بعد 15 نقط are used، نقط بتستخدم in converting light، تحويل الضوء طاقة ضوئية to electric energy. مين كنت بستخدمه لتحويل الطاقة الضوئية لطاقة كهربائية؟ أهي solar panels، الألواح الشمسية. يبقى 15 سي. 16 the resource that we consume، المصدر اللي احنا بنستهلكه generate faster، بمعدل أسرع than its formation، معدل أسرع من تكوينه، يعني ياخد وقت طويل قبل ما يتكون، بس احنا ممكن نستخدمه بسرعة. مين؟ الفوسيلز فيول، ده بيقعد ملايين السنين ده، صح؟ يبقى 16 دي. 17 نقط is a renewable source of energy، على طول الرينيوبل يبقى ووتر. 18 we can decrease the consumption، جاي من كلمة consume استهلاك، ممكن نقلل استهلاك ال non renewable source، المصادر الغير متجددة of energy، by using استخدام a source of clean energy، باستخدام مصدر نضيف للطاقة، except ما عدا. فكر كده، الطاقة الناتجة من الوتر، طب دي طاقة نظيفة، الطاقة الناتجة من الويند ميلز نظيفة، السولار بانلز طاقة نظيفة جدا، انرجي الطاقة الناتجة من احتراق البنزين والناتشورال جاز طبعا، لان هنا بيقول ايه اكسبت اللي بعد. فاهمين يا ولاد ولا عيدها تاني؟ نقولها تاني، وي كان ممكن نقلل استهلاك مصادر الطاقة اللي هي النون رينيوبل، اللي هي الغير متجددة، ها، باستخدام مصدر نظيف. يبقى أنا ممكن أقلل استخدام النون رينيوبل زي الفوسيلز فيول، ها، باستخدام مصدر نظيف للطاقة، ما عدا دي. ليه؟ لأن البنزين والناتشورال نون رينيوبل، وفي نفس الوقت بيلوثوا الهواء. 19 energy produced from flowing water of waterfalls, dams and turbines is called، الطاقة اللي بتطلع من المية ومساقط المية والسدود والتوربينات المية اسمها ايه؟ هيدرو الكتريك انرجي، طاقة كهربائية. خلاص يا ولاد؟ اللي بعد which of the following show، من جاي ده بيوضح waterfalls مساقط الماء is one of the renewable source، من المجاية ده بيوضح ان مساقط المية احد المصادر المتجددة للطاقة. falling rains، سقوط الامطار، on higher landscape، في مساحات عالية كبيرة، and flowing into river، سقوط الامطار في اماكن عالية وايه ومرورها للنهر repeatedly، يعني ايه بشكل متكرر، صح؟ ده دليل انها رينيوبل، لان المايه بتتبخر، يحصل لها كوندنسيشن، تتكون كلاودز، تنزل امطار، ترجع مره تاني، وهكذا. يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه يا ولاد ايه اللي بعد؟ complete the following model، اكمل النموذج ده. نقط اللي بتستخدم في الالكتريك لام، مين اللي بيستخدم في الالكتريك لام؟ يبقى الكتريك انرجي على طول. طيب تستخدم في الالكتريك لام، بروديوس بتنتج ايه؟ بتنتج لايت والثيرمال، بس اللايت هي الادق، ثيرمال ويستد، خدنا الكلام ده قبل كده. اللي بعد كومبليت ذا فولونج موديل، اكمل النموذج ده. ديسكرايب اللي بيوصف هيدرو الكتريك انرجي، طاقة كهربائية، and design determine، وحدد الانبوت والاوتبوتس، دي طاقة كهربائية. طبعا الطاقة الكهربائية بتيجي منين؟ السد اللي بيتبنى على النهر بيبقى وراه مية متخزنة، فبيبقى لها طاقة بوتنشال انرجي. يبقى أول حاجة البوتنشال انرجي of the water falls، في مساقط المياه البوتنشال دي بتروح لمين؟
عشان تتحول للكاينيتيك انرجي وتروح للووتر توربين. يبقى الطاقة دي بتروح للتوربينات المائية تلف فتدي طاقة حركية تتحول إلى إلكتريكال إنرجي. خلاص يا ولاد مين فاهم؟ يبقى رقم 22 ووتر توربينز، وبعد كده نكتب ايه؟ إلكتريكال ايه؟ إنرجي. فاهمين؟ طيب الانبوت بوتنشال في الاخر خالص، الاوتبوت الطاقه الناتجه الكتريكال. خلاص يا ولاد. طيب اللي بعد رقم كام يا ولاد؟ 23. 23 يا ايه شاطرين يا محترمين يا ولاد الناس المؤدبين، ها يلا يا حلوين. كومبليت ذا فولوينج موديل، اكمل النموذج الاتي. دو ديسكرايب عشان نوصف energy transformation يعني انتقال الطاقة، آسف تحولات الطاقة in the Mars exploration vehicle اللي هي مركبة استكشاف المريخ اللي هي الكريوسيتي، فاكرين؟ and determine وحدد ال inputs وال outputs of this system. يبقى أنا دلوقتي بكمل نموذج يوضح عمل مركبة الفضاء كوريوسيتي اللي بتستكشف كوكب مارس. اول حاجه طبعا بيبقى عليها الواح شمسيه، هنا الصن بناخد الطاقه منها ايه؟ تستلم عن طريق السولار بانل، الواح الشمسيه يبقى سولار انرجي. طيب طبعا بتتحول لطاقه ايه؟ كانت بتتحول لطاقه ثلاث طاقات، كانت بتتحول لكاينيتك صح والكتريكال طبعا، الكتريك انرجي وكمان والثيرمال. يبقى الطاقه الشمسيه كانت بتتحول لطاقه كهربائيه وطاقه حركيه عشان كانت بتتحرك، وممكن مع الحركه يبقى في ايه ثيرمال. فاهمين يا ولاد مركزين معايا؟ يبقى اول حاجه السولار، اللي بعديها الكاينيتيك والالكتريكال والثيرمال. خلاص يا ولاد اللي بتستخدم ان طبعا ليه ما حطناش هنا مثلا كاينيتيك او ثيرمال؟ لان هنا مكتوب تستخدم عن طريق السنسور. خلاص يا ولاد اللي هي اجهزه الاستشعار اللي بيستخدمها الروبوت، عشان كده الطاقه الكهربائيه لازم نكتبها هنا. طب الانبوت السولار طبعا صح، الانبوت الطاقه اللي داخله السولار. طب الاوتبوت كانت كاينيتيك والكتريك وثيرمال، كاينيتيك الكتريك ثيرمال. اللي بعده بيقول درو موديل، ارسم نموذج showing the energy chain، بيوضح سلسلة الطاقة when using solar panel. فالسولار بانل أول حاجة بيستخدمها إيه؟ سولار إنرجي صح؟ يبقى أول حاجة السولار إنرجي from the sun، بين قوسين كده sun. إحنا هنا بنتكلم على مين؟ تحولات الطاقة في السولار بانل علشان تولايت ذا روز، علشان ننور الطرق. يبقى السولار دي بتتحول لإيه؟ لإلكتريكال. بتتحول لإيه يا ولاد؟ لإلكتريكال إنرجي، ونكتب كده بين قوسين سولار بانل. سولار إيه يا ولاد؟ اللي هي مكتوبة عندكم دي سولار بانل. طب وبعدين ودي بتتحول لإيه؟ تتحول لحاجتين، مش احنا هننور الطرق، يبقى تتحول للايت والثيرمال. فين؟ في الالكتريك لامب. فاهمين يا ولاد؟ في اللامبس اللي هي ايه المصابيح. طيب
السيستم انبوت ايه النظام اللي داخل او الطاقة اللي داخله كانت ايه سولار. طب والطاقة اللي طالعة في الاخر كانت ايه لايت وثيرمال. خلاص يا محترمين اخر سؤال، وات ار ذا كونفرجن، ايه تحولات الطاقة ان ذا سيستم. الله هذه سهلة خالص، ايه تحولات الطاقة السولار لإلكتريك ومن الإلكتريك للايت وثيرمال، صح؟ يبقى هنا سولار انرجي تتحول في السولار بانل الى الكتريكال، والالكتريكال في المصابيح اللي هتنور الشوارع تحول لايت اند ثيرمال. بكده يا ولاد خلصنا كل الاسئله على الوحده الثالثه اللي هي اسئله كتاب المدرسه، أسئلة مهمة نركز فيها نهتم بيها. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم يا أحلى وأجمل طلبة وطلبات في الدنيا، ولا لقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.